هل يمكن أن تستخدم مواد كيميائية مخصصة لصناعة الأدوية في صناعة براميل الموت التي قتلت آلاف السوريين؟ أو في صناعة أخطر الأسلحة على حياة البشر؟ أطنان من المواد الأولية للصناعة الدوائية اختفت في ظروف غامضة ولم تصل إلى الشركة الدوائية التي من المفترض أن تكون وجهتها. هذه المواد سيف ذو حدين، فعدا عن استخدامه في الصناعات الدوائية يمكن استخدامها في صناعة آلة للموت ليس لها رائحة أو لون. تحقيق مشترك لمجموعة تاميديا الإعلامية السويسرية ومركز بوليتزر للإبلاغ عن الأزمات وشبكة درج اللبنانية يكشف التحقيق خفايا صفقة مشبوهة استخدم فيها اسم الهلال الأحمر وترخيص شركة دوائية. الحجة عقار الفولتارين. بدأت القصة حينما قدمت شركة المتوسط للصناعات الدوائية العاملة في ريف دمشق طلباً لشراء مادة الإيزوبروبانول لصناعة عقار الفولتارين المضاد للالتهاب باستخدام ترخيصها في صناعة العقار من شركة نوفارتس السويسرية، وبعد أن دفعت ما يقارب ضعفي سعر المنتج الأصلي في أمر يدعو للاستغراب. الاتحاد الأوروبي يحظر بيع تلك المادة إلى سوريا، ولكن شركة برينتاغ السويسرية باعت كون الشركة السورية تحمل ترخيصاً في صناعة الدواء. وبسبب استغلال رئيس الشركة عبد الرحمن العطار المقرب من نظام أسد والذي توفي عام 2018، استغل منصبه في رئاسة الهلال الأحمر السوري ما سهل عمليات الاستيراد تلك. في تشرين الثاني من عام 2014 وافقت الأمانة للشؤون الاقتصادية على تصدير 5 أطنان من الإيزوبروبانول بناء على طلب من شركة برينتاغ. وفي 14 من كانون الثاني عام 2015 وصلت الشحنة كما هو المفترض إلى مستودعات الشركة السورية، ولكن ما لم تعرفه سويسرا والشركات الضالعة بالتصدير أن 80% من المادة لم تصل أبداً إلى وجهتها. انكشاف الفضيحة وتناقض في الوثائق. بعد انكشاف الفضيحة ذكر التحقيق الأخير أن هناك تناقضاً في الوثائق التي أرسلتها شركة المتوسط لتبرير استخدام المنتج. هذا التناقض يكمن بين فترة ضمان المنتج وفترة استخدامه، ما ينطبق على 4 أطنان من المادة الأولية. الشركة السورية ذكرت في تبريرها أن 4 أطنان استخدمت بين أيلول 2015 وكانون الأول 2017، ولكن ذلك يتجاوز فترة ضمان المنتج البالغة 1 سنة فقط وفق الشركة المنتجة. 4 أطنان من المادة الأولية اختفت، بينما تؤكد تقارير استخباراتية أوروبية أن المتهم الأول هو مركز البحوث العلمية الذي عمل على تطوير أسلحة كيماوية منذ 80s القرن الماضي. شركات أدوية لتأمين الكيماوي. نظام أسد استغل اسم شركات الأدوية وتراخيصها لشراء المواد الكيماوية ووضع الهلال الأحمر في وجه الصفقات المشبوهة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه. 4 أطنان من الإيزوبروبانول اختفت ولم تدخل في صناعة الدواء كما هو المفترض، ولكن المؤكد أمر واحد، أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 8 أطنان من مادة السارين، وهو ما يكفي لشن نحو 40 هجوماً كيماوياً. فبعد التدمير المزعوم لترسانة أسد الكيماوية عام 2013، نفذت ميليشيا أسد نحو 200 هجوم كيماوي، منها هجومان على دوما وخنشخون، ما تسبب بمئات الضحايا. في الفترة ذاتها، وصلت الشركات الأوروبية شحن الإيزوبروبانول إلى سوريا، وواصلت هذه المادة الاختفاء في المجهول.